أما الآن تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة عضوة مجلس النواب النائب غيداء قنبش. أهلا بك سيدة غيداء. إذا يعني منذ ثلاثة عقود ربما جاءت هذه الزيارة، تغير الكثير في تلك الثلاثة عقود بالنسبة للعراق، ما الذي يبحثه اليوم وفد مجلس الأمن الدولي في بغداد العاصمة؟ نعم، شكرا جزيلا ومرحبا. يعني بالتأكيد هذه هي زيارة مهمة، الأحداث هي أحداث متسارعة، المواقف مختلفة، العراق يبدو في دور مهم ودور مهم ومتزايد، في نفس الوقت الخطورة على العراق أيضا هي متزايدة. الجميع يقول لا نريد أن يكون العراق هو يعني مساحة لتلك الصراعات أو ساحة لتلك الصراعات، وبالتالي بالحقيقة وبالنتيجة النهائية هو فعلا ساحة لهذه الصراعات. كل هذه الصراعات وكل ما يحدث في هذه المنطقة هي متأثر بها العراق قبل حتى الجارة إيران. فبالتالي اليوم كل يعني المجتمع الدولي هو ملزم بأن يكون هناك موقف باتجاه العراق، والعراق يجب أن يقول، يعني العراق لا يبقى متفرجا على هذا الحال. العراق حارب تنظيم إرهابي أثر على كل السلم المجتمع الدولي، كان هناك تحالف دولي يحارب هذا التنظيم في العراق وبمساندة العراق. اليوم نريد أن نتعافى، اليوم نريد أن نخرج من هذه الأزمة، نريد أن اليوم أن نطلب من كل هذه المنظمات الأممية أن تقف مع العراق لكي تنهض من جديد، ليكون العراق هو في دوره الريادي والمحوري. طيب يعني أيضا أثرتي سيدة غيداء قضية مهمة تتعلق بالانطباع يعني الذي تشكل ربما أو جاء به وفد مجلس الأمن الدولي، ربما حتى يعني بالنسبة لما تفضلت به خرج العراق من دائرة المتأثر والمؤثر إلى دائرة كون العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة. نعم بالتأكيد، يعني أنا دائما ألاحظ المحللين وألاحظ بعض التصريحات بأن لا نريد أن يكون العراق، لكن بالنتيجة هو العراق هو فعلا كان أصبح هذه الساحة. هناك إعلان بأن الصواريخ التي تنطلق يعني أن الصواريخ التي تنطلق إلى الطائرات أو الصواريخ التي تستهدف بعض الدول الموجودة أو بعض المصالح الموجودة مثلا في مضيق هرمز تخرج من العراق. هناك تهديدات مقابلة تقول هناك تدخل، يعني تصريحات واضحة أيضا من إسرائيل بأن هناك ما يثير قلقنا من وجود بعض الميليشيات ربما التي ممكن أن تحارب في هذه المنطقة وتهدد مصالح حتى إسرائيل في هذه المنطقة. فإذا العراق هو المعني بهذا الصراع الأمريكي والإيراني، ويجب أن لا نستهين بهذا الموقف ولا نقول بأننا لا نريد أن نكون. نحن موجودين الآن في هذه الحلبة، نحن من يدفع ثمن هذا الصراع سواء كان حرب تصريحات أو سواء كانت حرب حقيقية واقعة. يعني وبدأت هذه القلائل، بدأ ظهور بعض الخلايا النائمة في المحافظات العراقية، بدأت هناك تهديدات، بدأت هناك تدخلات ربما من هنا وهناك، ناهيك عن الأزمات السياسية الداخلية بالنسبة إلى طيب النظام السياسي العراقي. ما أهمية بالتالي توقيت هذه الزيارة سيدة غيداء؟ ما أهمية التوقيت، توقيت هذه الزيارة لوفد مجلس الأمن الدولي؟ يعني التوقيت مهم، يعني أعتقد وكان متأخرا جدا باعتبار أن هذا المفروض أول ما بدأت نهاية سيطرة التنظيمات ودحر داعش تبدأ هذه الحركات، باعتبار أن سلامة وأمن المنطقة يعني وتدخل مجلس الأمن اللي هو مسؤول عن يعني الأمن والسلم الدولي تبدأ من هنا. فبالتالي تجدين احنا كنا نخاف بان هذه الصراعات الاقليميه والدوليه ربما ستتداخل، وفعلا حدث وتداخل في يعني حرب الوكاله ربما بدات. استفاده يعني الوجود القواعد الامريكيه في العراق ايضا هذا موضوع مهم جدا، يعني هي موجوده في العراق. فبالتالي التوقيت هو مهم جدا على العراق ان يلعب، يعني فقط ولا حتى اسحب هذه الكلمه،
ليس يلعب هنا أن يقول كلمته، أن يأخذ قرار بأننا لا نسمح أن يكون العراق يعني محط لهذه الصراعات. يجب أن يحمى أمن العراق، لأن أمن وسلامة العراق هو أمن وسلامة كل المجتمع. وتلك الكلمة ربما تبدأ من وربما تلك الكلمة سيدة غيداء من المفروض أن تبدأ من الخيارات، بحث الخيارات المتاحة أمام السيد عادل عبد المهدي، يعني في ظل تأجيل جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب إلى يوم غد، ويعني التزامه بمواعيد دستورية وقانونية تتطلب حسم الدرجات الخاصة أو المناصب التي تدار بالوكالة. يعني هو هذا أيضا موضوع مهم، وفترة حرجة والنهاية التي وضعت قد انتهت. قبلها كانت يعني كان البرنامج الحكومي أيضا قال أنه في الشهر الرابع يجب أن تنتهي هذه إدارة الدولة بالوكالات، وقانون الموازنة والفقرة 58 من قانون الموازنة وضعت يوم 30 حزيران. فبالتالي يعني الكل متخوف ماذا سيكون ويتساءل ماذا سيكون بعد 30 حزيران. واليوم الجلسة لم تعقد، كان هناك ارباك، كان هناك خلل في النصاب، كانت هناك يعني موضوع عرض الدرجات الخاصة التزاما بقانون الموازنة، لكن ما هي الدرجات الخاصة؟ كم عدد الدرجات الخاصة مقابل الدرجات الخاصة الحقيقية؟ هذا الارباك وهذا التأخر من قبل الحكومة هل من هو الذي وضعها في هذه الحالة؟ يعني يعمد البرلمان الى تمديد فصله التشريعي، ربما ذلك يخرج السيد عادل عبد المهدي من مأزقه على سبيل المثال الحصر، أم هناك خيارات أخرى؟ يعني أعتقد تمديد الفصل التشريعي هو أمر متجهين إليه، وكل الكتل اتفقت بأننا ضرورة، وهذا ليس لا يعني غير متعلق فقط بالدرجات الخاصة، يتعلق بإضافة إلى قوانين ويعني مشاريع مهمة. لكن موضوع الخروج من 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 هذا الموقف المحرج للحكومة، الحكومة وحدها هي التي تستطيع أن تخرج نفسها إذا طلبت. تعرفون قانون الموازنة العام الاتحادية لا يعدل إلا بقانون، وهذا القانون يجب أن يأتينا من مجلس الوزراء. فإن قالت يعني أو أتانا شيء من مجلس الوزراء يطلب فيه تعديل هذا القانون، فبالتالي نلجأ إلى أيضا القراءة الأولى والثانية والتصويت، ويبقى الرأي أيضا للكتل السياسية، وإلا لن نخرج من هذه الأزمة. وأعتقد أن يعني الحكومة في موقف لا تحسد عليه. توضحت الصورة. عضوة مجلس النواب النائب غيداء قنبش، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك.